السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الشباب؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس هذا غنحاول نتعرفوا على كيفاش نديرو اللغة ديال لاباج ديالنا، يعني لاباج HTML، يعني كيفاش نحاولوا حنا نديرو اللغة مثلا اللي بغينا. واش بغينا نديرو اللغة العربية، يعني المحتوى ديالنا ديال هذاك لو سيت ويب ديالنا، ولا اللي في هذيك لاباج ديالنا، اشنا هو؟ واش باللغة العربية ولا باللغة الفرنسية ولا باللغة الإنجليزية؟ يعني غنحاول نتعرفو كيفاش نديروها. نجيو هنايا تنديرو لونج، و شنو تنديرو؟ تنديرو ار، يعني عرب، يعني على حساب. كان عندنا بغينا نديرو بالعربية تنديرو هكا، كان عندنا بغينا نديرو بالفرنسية عاود ار، تنديرو هنايا تنديرو اف ار. كان بغينا نديرو باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية هنايا تنديرو او ام انجلش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.